سلام بنات، هذا فيديو جديد. مع السلامة. في فيديو ديال اليوم بغيت نشارك معكم هاد الجلبة. هادي ها هي مخدومة بلاس ستراس، عوض تراسن او سفيفة، وهاد الزواقة هادي حتى هي بلاس ستراس. كيف ما شفتو موطع ديال تراسن او القيطان، عملنا لي ستراس. التاو ديالها مزيون كيف ما شفتو في الغوزان ديال، والحجار في التركوا اللي الجوده ديالهم مزيانه بزاف، واليدين ديالها بلا زاستراس. هذه الجلابه هذه الاخت تبارك الله عليها، ظريفه بزاف، وعجبتني الطريقه ديال التعامل ديالها اللي كنشكرها بزاف صراحه، من احسن الكليانات اللي جابني. وهذه الصديقه ديال وحده من القناه ديالي، عجبها الموديل كنت عملته انا وبغاتو في جلابتها. دابا نخليكم مع التصاور ديال الجلابه، كنتمنى يعجبكم، وان شاء الله يا ربي تلبسوا هي بالصحه والراحه. وان شاء الله الى عجبكم هذا الموديل هذا، رجعوا الفيديوهات السابقه وعاد جبروا التطبيق ديالو. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو ويعجبكم حتى الموديل، مع فيديو جديد ان شاء الله، وشكرا.